أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجار ضخم في محيط مطار دمشق الدولي أعقبه حريق في المكان نفسه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر مؤكدين أن العاصمة السورية دمشق استيقظت فجر اليوم على انفجارات قوية دوت في محيط مطار دمشق الدولي. من جهته لم يكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تفاصيل إضافية عن الانفجار، فيما أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الضربات في محيط مطار دمشق استهدفت مستودع ذخيرة وقاعدة تدعمها إيران. تمكنت فصائل المعارضة المسلحة من صد هجوم لقوات الأسد في الأحياء الشرقية من دمشق وتكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد بحسب ما أفاد به ناشطون. وأضاف الناشطون أن مدنيين قتلوا وجرح عدد آخر في قصف لقوات الأسد على أرياف حمص وإدلب ودمشق. وفي ريف حلب الجنوبي استهدفت المقاتلات الروسية بالصواريخ الفراغية قريتي المربع وبرج عزاوي في ريف حلب الجنوبي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح وأضرار مادية في ممتلكات المدنيين. تمكنت القوات العراقية المشتركة من قطع الطريق الرئيسي الرابط بين قضائي الحضر وراوة بحسب بيان لها نشره موقع السومرية نيوز. وأضافت القوات العراقية أن عدد النازحين من قضاء الحضر الذين وصلوا إلى قطاعات القوات العراقية المشتركة بلغ 3000 نازح. قال قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني اليمني اللواء عمر سقاف في تصريحات له لوسائل إعلام إنه لم يعد أمام ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية المحاصرة داخل مديرية حيران المحاذية لمديرية ميدي من جهة الجنوب إلا الاستسلام أو الموت. ومن جهة أخرى شنت طائرات قوات التحالف العربي سلسلة ضربات في مديريتي موزع والوازعية شمال غرب محافظة تعز أسفرت عن تدمير 5 عربات مسلحة. قال الأميرال هاري هاريس قائد القوات الأمريكية في آسيا والمحيط الهادئ للكونغرس إن الولايات المتحدة قد تحتاج لتقوية دفاعاتها الصاروخية خصوصا في هاواي بالنظر إلى التهديد المتزايد الذي تشكله برامج كوريا الشمالية للصواريخ والأسلحة النووية، مضيفا أنه يجب أخذ تهديدات بيونغ يانغ على محمل الجد. الموجز إلى اللقاء.